الحضور الكرام المشاهدين الكرام، الآن عودة للشاعر سالم الفهمي ومشاركة جديدة في اليد الفضل. نبدأ بذكرى الواحد المعبود رب العالمين اللي حمل الكعبة من الأشرم قبل تهديمها، رب اللي وجهه بالعبادة طائعين وساجدين سنة رسول الله محمد والصلاة مقيمها. من بعدها نرجع على بعض الطغاة الخادعين اللي تحاول تخدع الأمة تبي تقسيمها، من شلة الإرهاب وأهل الشرك والشر المبين سود الوجيه وسالفتهم ما خفى تعتيمها. يا كبر ذنب الطفل واللي في المساكن آمنين، حتى البيوت العامرة يسعون في تحطيمها. قتل النفوس المؤمنة في شرعهم مكسب ثمين، ما كان في القرآن منزل ربنا تحريمها. قتل النفوس المؤمنة في شرعهم مكسب ثمين، ما كان في القرآن منزل ربنا تحريمها. فتوى غريبة كفروا بعض الشيوخ الصالحين، وأهل العقيدة والفكر تجني على تجريمها. فتوى غريبة كفروا بعض الشيوخ الصالحين، وأهل العقيدة والفكر تجني على تجريمها. ولا بشهر الخير تسعى ولا وادم صائمين، تستهدف الحرة الشجاعة اللي كسر تنظيمها. بعد الوعد تنقض عهود الله وتحنث باليمين، وتقدم أنفسها وسيلة من بعد تلغيمها. ما تدري أن الدين وأهل الدين منهم بارئين، من يوم ما بانت فضيحة عقب تكميمها. يا دار من دونك جبال شامخات ما تلين، رؤوس العصاة الظالمة تعجل على تصريمها. نحمد عظيم الشان رازقنا بخير الحاكمين، حكومة آل سعود رمز العز يا الله ديمها. خمدر عن الواقي شغاميم الغاسود العريل، شيوخ نجد أهل الفراسة واجب تكريمها. والخاتمة يا دار ما نرخصك وانتي تعلمين، من دونك الأنفس رخيصة وانحصر تقديمها. سلامتك. يعطيك العافية شاعرنا الكريم. أيها